يقف عصرا تقريبا في عشرات الغارات من الطيران الروسي طيران سوري. استهدفنا بقنابل عنقودي، حاولنا بشتى الوسائل، لم بعض القنابل العنقودي منا انفجر ومنا لساته غير مفجور، في بعض الضحايا، في بعض الإصابات. لغاية الآن نحن كفريق دفاع مدني عم نقوم في كل المكان، حاولت معرفة حتى على الأسطح أشوف في قنابل عنقودي أو غيره.